قولي لها لامك يسلم ايديها. ايه والله فحتنا منى بس بحياتي ما اكلت اكثر من هيك كبه. الا عاشورة بالعالم كان انه شو بتطير العقل. ان شاء الله صحه وغلط على قلبك. الو اهلين. ايه انا نور. مين معي؟ ام وسيم. عفوا خالي بس انا ماني فهمانه شيء. شو خطابه؟ لا 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 مو هيك. لا لا انتي فهمتيني غلط. لا مو مشكله. لا طبعا نستقبل. بكره. اوكي بكره الساعه 8:30. ماشي باي. شو شو جايني خطابي؟ ولا لا لا يا حلوة يا زينة يا وردة لا 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 زينينا. يلا روحوا المؤتمر يا حلوة يا زينة. هاي مزورة. هاي سمسمة. هاي حبيبتي. شو وصلوا الخطابين؟ مو أساس أنت سافرتي؟ لا حبيبتي أجلتها لبكرة. معقولة نونو تخطب وأنا ما أكون؟ لا مو معقولة. تفضلي هاتي لبون. هاتي. هاي أهلين هزورة. هاي صبايا. أهلين هزورة. شو شايفتك هون؟ إذا أنا ما كنت هون مين بده يكون بخطبة نونو؟ إيه بس هي ناوية تطفش الخطابينها. حتى ولو الأصول أصول. بعدين بركي قلبت القصة جد. وإذا كانت تطفش الخطابين فأنا لها. لكان صبايا خلونا نتفق من هلأ مين بده يحكي مع أهل العريس. مع مين بدهم يحكوا؟ بيحكوا معي أنا ولا لكم؟ أنا ما قلي بهالقصص ما بفهم فيها. هلأ أنتوا ليش مكبرين المواضيع؟ خلاص تركوا القصة علي أنا بتصرف. يمكن إجوا. نادولا نادولا للنور خليها هي تقوم تفتح. لك يخرب بيتك شو جدبة؟ نونو ما بصير تفتح الباب. فقال مو منيح. لكم مرة بدي أعلمكم أنا؟ آه أنا بفتح. أهلين. أهلا وسهلا شرفتونا. الله يزيدك شرف. عفوا مع مين بدنا نحكي بموضوع الأنسة نور؟ طلعت هزار. الحقيقة أبوها للأنسة نور بدبي. يعني إله زمان بدبي وأنا هون بمثابة ولية أمره. يعني أنا بحل وبربط بكل أموره الخاصة. يا حبيبي هلأ أنت صرتي ولية أمري؟ راحت علي معناتها. بصراحة يا ست هزار عم ندور على عروس بنت حلال لابني وسيم. أولاد الحلال دلونا عليكم وبصراحة مدحونا كتير بأخلاق الأنسة نور وبممشاها. أي طبعا طبعا أهم شي ممشاها. ونحن مثل ما بيقولوا عم ندور على البنت المستورة اللي بتحافظ على جوزة وبيتها. وابن أخي وسيم يقبر قلبي. يعني مو ناقصه شي. شغل فيه بيت سيارة من مجاميعه. ما شاء الله بالله. والمحروس شو نوع سيارته؟ والله يا بنتي أنا ما بعرف بهالشغلات هي. بس بعرف إنه جديد خلنج. والمحروس وسيم شو بيشتغل خالي؟ موظف بوزارة الصحة وبيعمل جولات على المطاعم. خزي العين اشوفي شو بينفرد له صفار وشو بينحط له أكل وشو بيجي هدايا. هاي واخ لو عندي أخت كنت جوزتها فورا. الحقيقة يا ست أم وسيم أنتو شرفتونا وأهلا وسهلا فيكم. بس مثل ما بيقولوا الزواج اسمه ونصيب. وإذا كانت هالعجينة لها الطينة معناتها بيكونوا لبعض. الله يجعلها من نصيبنا يا رب. إن شاء الله. بس الأصول أصول. يعني نحنا لازم ناخد رأي البنت ونشاورها. إيه طبعا هيك الأصول. بس وين عروستنا؟ ما شفناها لهلا. بتكون عم تعمل قهوة. يلا أنا قايمة أشوفها.